يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا يا عبادي نداء، لكن بما نودوا؟ لا تقنطوا من رحمة الله. والله لا يسع عاقل يدرك من العلم مثقال ذرة أن يقنط من رحمة الله. والله ووالله إنك لتدخل على بعض ملوك الدنيا ويغلب على ظنك أنه يؤتيك سؤلك لما علمت وقرأت أو سمعت أو رأيت من فضله، فكيف وأنت تسأل ملك الملوك؟ ففضل الله ورحمته واسعة، وإن من أشنع العباد من يأس الناس من رحمة الله، وليس موفقا من وقف على منبر أو جلس في مجلس أو وعظ قوما فيأسهم أو قنطهم من رحمة الله، بل إنه لا أحد أرحم من الله. ونحن لم نأتي بهذا جزافا، القرآن يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، والقرآن يقول وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الراحمين. فالله تبارك وتعالى خير الراحمين وأرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء. قال هنا لا تقنطوا من رحمة الله، لا يدبن إليكم يأس ولا يدخلن عليكم قنوط، فرحمتي وسعت كل شيء. ثم بيّن قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب على كم ضرب في أصلها؟ على ضربين. على كم ضرب؟ ضربين. ضرب هو الشرك بالله، فهذا لا يغفر إلا بأن يتوب العبد منه ويتركه. ضرب هو ماذا؟ شرك بالله، فهذا لا يغفر إلا بأن يتوب العبد منه ويتركه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. بقينا في ماذا؟ غير الشرك من الذنوب، غير الكفر، غير المخرجات من الملة، ما زال الإنسان باقيا على أصل الإسلام، فهذا قد يغفر الله له وإن لم يتب. قد يغفر الله له وإن لم يتب، فإن تاب غفر الله له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويعلم العبد بهذا أنه ما حمل على كاهله شيئا، على ظهره شيئا أعظم من الذنوب.